صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خلي سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 44 لسنة 2021 بتعيين مدراء في المركز الوطني للأمن السيبراني جاء فيه يعين في المركز الوطني للأمن السيبراني كل من الشيخ منار بنت عبدالله الله بن علي الخليفة مديرا لإدارة تطوير النظم الأمنية السيد يوسف محمد علي مثنى مديراً لإدارة السياسات السيبرانية السيدة عائشة أحمد خزعل بن حاجي مديراً لإدارة المتابعة والتثقيف، السيد سلمان دعيج خليفة الياسي مديراً لإدارة الدعم وعمليات الحاسب الآلي